السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، وضوح هذه الحلقة عن المباهلة، شروطها ولمن تباهل، وكتاب الفجار وصفاتهم، تعرف عليهم لتحذرهم. أحباب الله، كثير من الناس الجهال اللي ما بيخافوا الله، الفجار، كل ما واحد خالفهم بشيء تعال تباهل أنا وياك. لو يعرفوا المباهلة شو معناتها، لو في قلبهم ذرة من الإيمان كان ما سألوا المباهلة، بس لأنهم فجار، الفاجر. الفرق شو معنى فاجر؟ حتى حكوا عن القنبلة انفجار، يعني حجم، بتسوي قنبلة أكبر من حجمها بكثير، القنبلة يكون حجمها هالقدي تنفجر، بتسوي مثلا بتدمر بيت، قطعة صغيرة هالقدي بتدمر بيت. يعني الفجار إذا سأت له بكلمة بتمنى يدخلك في النار أنت وأهلك وأولادك وذريتك ليوم القيامة. المباهلة يا أحبابي الله افهموها من القرآن الكريم. قال تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة آل عمران من آية 59 إلى 61، بسم الله الرحمن الرحيم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لا يجوز المباهلة مع المسلم مع المسلم. المباهلة هون الله ذكرها لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن، بيّنه مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهذا الحق من إيش؟ من ربك، فلا تكن من الممترين. إذا إجوا النصارى وحاجوا سيدنا محمد أو حاجوا علماء المسلمين إنهم هم على حق وإحنا على باطل، هون بقول لك ما من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، جاءنا العلم بالقرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا، يعني أنا بجيب أبنائي وهو بجيب أبنائه، وبجيب زوجتي إذا كان عندي أكثر من زوجة بجيب نساءنا ونساءكم، يعني بناتي كمان بجيب من النساء، إذا كانت أمي بجيب أمي، وأنفسنا يعني أنا وأنفسكم يعني أنتم، ثم نبتهل إلى الله فنجعل لعنة الله على الكاذبين. واللي بلعنوا الله طرده من رحمته، خالد مخلد في نار جهنم. بيجيك واحد حقير، واحد مجرم فاجر، بطالب بالمباهلة لو واحد مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، على خطأ صغير، يمكن على اختلاف في الرأي، اختلاف في المسألة، بتمنى أنه أنت وأبنائك وبناتك وزوجاتك وأمك وأنت تروح على يلعنك الله ويدخلك في نار جهنم ويرقطك من رحمته. هل هذا إنسان؟ هل هذا مؤمن؟ أعوذ بالله من هيك أشكال. لا يجوز المؤمن يباهل مؤمن أو المسلم يباهل مسلم. عشان هيك سورة فصلت من آية 33 إلى 36، قال تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. هذا هو المؤمن،
هاي صفات المؤمن، صفات المسلم. مش بسيء له وبطلب مباهلته ودخل النار هو وذريته وعيلته. هذا واحد اسمه بدأ الأمر، والله ما بعرف شو الخلاف اللي بينه وبينه، منزل عليه أشرطة خير الله، وكل شوي بيقول لك أنا بطلبه بالمباهلة، والله ما باهلته لأني خايف من المباهلة، بس لأني بقول شو دخل إذا عنده أولاد، شو دخل إذا عنده زوجي، شو دخل أمه، والله ما بتمنى له يدخل النار. شو الخلاف اللي بينه وبينك؟ هل اللي قتلتك، قتلت أحد أولادك، اغتصبت واحدة من نسائك، شو هالذنب اللي فعلته معاك أو مع غيرك الطالب المباهلي؟ كل ما واحد يخالفه بطالب المباهلي، ولك ما في قلبك ذرة من الإيمان يا رجل؟ عشان هيك صفات المؤمن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا تستوي الحسنة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني واحد أساء لك لا تسئل له، أحسن له. هاي صفات المؤمن. واحد اختلف معك في الرأي ولو أنك على حق، من ترك المراء ولو كان محقا ضمنت له بيتا في الجنة. أنا مستعد أترك المراء والجدال ولو أنا على حق وهو على باطل، مشان ما ندخل حالنا في النار، وأنا بضمن بيت في الجنة. لا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، مهما أسأل لك أخوك المسلم المؤمن، هل تظهر فيك تتمنى له يدخل النار هو وزوجته وبناته وأولاده؟ كان الرسول يبكي لم يشوف واحد من الكفار أو اليهود مات مش على ملة الإسلام. هذا إنسان ما في قلبه رحمة، هذا إنسان فاجر. أي واحد يطلب منك المباهلة وهو مسلم، قول أعوذ بالله منك، اللهم أعلم أن هذا فاجر، اللهم اكفنا شرهم. عشان هيك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، المعاملة الحسنة. شو بصير؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها مين؟ إلا الذين صبروا على الأذى. وما يلقاها الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللهم اجعلنا من هؤلاء الناس. وأما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الشيطان بنزغ بين البشر، بين الرجل وزوجته، بين الأب وابنه، بين الأخ وأخوه، بين الصديق وصديقه، بين الناس. حتى بتلاقي في ناس والله بفجروا عشان رأيك مخالف لرأيه، أو ما اقتنعت في كلامه. الشيطان نزغ بين يوسف وأخوته، قال من بعد ما نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. فشو الواحد يسوي لما يحس بالغضب أو الحقد أو القهر من واحد؟ يقول أعوذ بالله السميع العليم من نزغ الشيطان الرجيم. عشان يا أحباب بالله، سورة الصاد 28 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ يعني اللي بيعملوا الصالحات وبيآمنوا مش زي اللي أفسدوا في الأرض. والله سبحانه وتعالى قال أم نجعل المتقين كالفجار، يعني جعل المتقين في كفة وعكسها الفجار. أنا بتقي الله وهذا مفجور. عشان هيك أحباب الله، هذول اللي بيسألوك المباهلة ابعدوا عنهم، لأنه هاي صفاتهم. سورة القلم من آية 10-13، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. اللي بطالبك في المباهلة هاي صفاته، لأنه في سورة الحجرات آية 10 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء. سورة الحجرات 10 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون أخوة
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قديش في ناس والله غلطوا علي وسبوا علي ولعنوني وكفروني وطلبوا مباهلتي وأنا قادر أرد عليهم، بس بقول عسى أن الله يهديهم. والله في ناس كثير بعثوا الاعتذار وطلبوا مني من المسامحة، حكوا والله اللي ظلمناك وظنينا فيك ظن سوء فنرجو منك المسامحة. قلت الله يسامحكم ويغفر ذنبكم ويعطيكم حتى يرضيكم. أنا شو بستفيد أنا إذا فلان أو علان دخل النار بسببي؟ والله ما بحب واحد يدخل النار بسببي، ويشهد الله على ما قولي اللي بحب الخير لكل المؤمنين والمسلمين ولكل أهل الأرض، بطلبهم الهداية، لأنه لو دخلت الناس كلها النار شو بستفيد أنا؟ ولو دخلت كل الناس الجنة شو بخسر أنا؟ فهمت علي أحباب الله؟ الله يكفينا شرهم ويبعدهم عنا وعنكم يا أحباب الله، واحذروهم ولا بحياتكم تقبل واحد المباهلة مع واحد مسلم أو مؤمن. اللهم أني قد بلغت، اللهم فاشهد. اللهم اجعل الذين استمعوا القول فاتبعونا أحسن. أستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.